بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نضع نفسنا امام الرب في حضره الرب. اعطنا يا رب روحك القدوس روح الفهم روح التمييز، ميل إرادتنا نحو إرادتك، نفتح قلوبنا لك ونفتح أذهاننا. تعال أيها الروح القدس، تعال أيها الروح القدس. نطلب ذلك بشفاعة العذراء مريم اللي دايما موجودة بيننا. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن القطع الآن وفي ساعة موتنا آمين. بسم الله والابن والروح القدس. أشكركم جدا لحضوركم. موضوع النهاردة هو مقاربة كومباريزون ما بين القديس بولس والقديس لوقا. ولما بقول قديس بولس أو لما بقول قديس لوقا بقصد أولا كل ما نعرفه عنهم، وغالبية الأشياء اللي بنعرفها عنهم موجودة في العهد الجديد. فإذا كلامنا النهاردة كله بنقدر نلاقيه في العهد الجديد. غالبية الحاجات اللي هقولها هترجعوا البيت أو في يوم من الأيام هيكون عندكم شوية وقت زيادة، هتفتحوا الكتاب هتلاقوا إنه هتقروا النصوص اللي هذكرها، هتتعمقوا فيها أكتر أو يمكن أوريدي تعمقتوا فيها، فهتلاقوا من بنفسكم الكلام. يعني أنا ما مش هجيب، صحيح اللي هجيبه شكله جديد، بس زي إف واحد شايف حاجة وفجأة عينه بتتفتح ويقول الله طب ما أنا ما كنتش شايف اللي قدامي، واخدين بالكم؟ ليه المقاربة بين القديس بولس والقديس لوقا؟ حد تلخيص لكل المحاضرة دلوقتي. الفكرة هي كالآتي، أنا بديكم الأول النتيجة عشان إيه ما تتعبوش وتدخوش وتلفوا ودوروا إلى كده. القديس بولس والقديس يوحنا من غير ما إحنا نقلل من قيمة كتاب العهد الجديد القديس بولس والقديس يوحنا، من غير ما احنا نقلل من كتاب الاخرين زي القديس متى وغيره، يعتبروا من القامتين الكبرتين في الحياه المسيحيه. انا قلت ايه؟ يوحنا وبولس. انا قلت ايه؟ لازم ما بين لوقا وبولس. معلش انا بقول لكم الوضع الحالي، واحنا هننتقل من الوضع الحالي لوضع تاني، اوكي؟ انا بقول الوضع الحالي لمفهومنا اللاهوتي ومفهومنا الكنسي وتاريخ الكنيسه، بندي اهميه كبرى ونعتبر القامتين دول ما فيش زيهم. قديس يوحنا الانجيلي اللي كتب الانجيل وسفر الرؤيا والثلاث رسائل، والقديس بولس اللي كتب رسائله ما عدا طبعا رساله العبرانيين، بس رساله العبرانيين هي فكر القديس بولس حتى وان كان الخط مش خطه، ولكن هي سنه صغيره متقدمه او في فتره سنه بعد فتره كتابات القديس بولس. القديس بولس اذا مهم جدا، مفيش من غير القديس بولس بيروح من عندنا حاجات كتير قوي، بيروح اساس الايمان ما بنفهمش حاجات كتيره. يوحنا وبولس ده مش موضوعنا، بس انا بتكلم على الواقع النهارده لما بتدرس لاهوت، لما بتدرس الكتاب المقدس،
اما بتدرس تاريخ الكنيسه بتلاقي انه فعلا لهم وقع اكبر بكتير قوي عن غيرهم من غير ما ننزل من قيمه طبعا انجيل متى وكتاباته. اوكي؟ طيب فهنا معنى ذلك ايه؟ ليه بقول كده؟ قديس بولس كلامه اساسي ومهم جدا. وخصوصا الرسالتين، الرساله الى اهل روما او روميا والرساله الى غلاطيا. الرساله الى اهل روما والرساله الى اهل غلاطيا. الرسالتين بيتكلموا عن نفس الموضوع مجملا. الرساله الى غلاطيا اقصر بكتير، فاللي ما عندوش وقت ممكن يقرا الرساله الى غلاطيا، بس الاسلوب بتاع القديس بولس ممكن يزعجكم شويه لانه هو اصلا يهودي فريسي بيتكلم لغه اللاهوت اللي هو اتعلمها، فالاسلوب بتاعه اللي بيستخدمه ممكن احنا النهارده بعقليتنا وفهمنا نضيع منه شويه. اوكي؟ ف الرسالتين دول لهم اهميه بالغه، خاصه يعني لو عايزين لدرجه انه ممكن الواحد يقول انه المسيحي اللي ما فهمش الرساله الى اهل روما تنقصه مسيحيته. فوتوها. اوكي؟ ما تنسوش كمان انه في عهد الازمه البروتستانتيه كله او اساس كبير جدا من الازمه اللي بيعدي بيها مارتن لوثر الراهب بيلاقي حلها، هو بيلاقي حلها عن طريق فهم معين للرساله الى اهل روما. فزادت اكثر اهميه الرساله لاهل روما خصوصا في الغرب من بعد نشاه البروتستانتيه. ليه؟ لانه هي الركيزه الاساسيه بالنسبه للبروتستانتيه، او خلينا نحصرها اكثر بالنسبه لشخص لوثر. اوكي؟ فدي زياده اهميه كمان القديس بولس. ماشي؟ طيب القديس بولس بيقول ايه؟ ايه العصب الاساسي للتعليم؟ سوري انا وعدت ان احدد تلخيص، فالتلخيص هيبقى الاتي. القديس بولس بيدي كلام عن الايمان وكيف ان التبرير الانسان، يعني الافعال التي تجعل الانسان بار امام الله او مقبول امام الله، تبرير الانسان ياتي بالايمان وليس بالافعال او الاعمال. يعني الله بررنا بعمل المسيح على الصليب، ادانا الخلاص من غير ما احنا نعمل اي حاجه، كده بالكلام البسيط. ده العصب الاساسي بتاع تعليم القديس بولس. اعطانا الله الخلاص في المسيح، مات وقام من اجلنا، ده الاساس بتاع انجيل القديس بولس واساس الانجيل فول ستوب. اعطانا الخلاص، اعطانا الروح القدس، وبالايمان بذلك، الايمان بانه هو خلصنا، بالايمان بما حققه المسيح على الصليب بالامه وموته وقيامته، نلنا الروح القدس واتت لنا الحياه الجديده، خلصنا وعمدنا وبدانا حياه جديده نعيشها مع المسيح. كلام معلوم لغالبيه الناس، كلام بنعيشه من غير ما نفكر فيه، شاربينه من الاول. انا بدي تلخيص وبعدين هنخش في تفصيل سنه اكتر. اللي انا دلوقتي هنعمله النهارده هو ان هنشوف القديس لوقا عمل ايه في تعليم القديس بولس. يعني هنخش في تفاصيل خطوات نمو فهم الايمان المسيحي في القرن الاول. هنشوف انه في خطوات نمو لفهم احسن بيتم في نفس فتره وجود الرسل والتلاميذ. يعني في قلب مساحه القرن الاول من بعد قيامه المسيح، نقول تقريبا سنه 30 او 31، ما اعرفش حسب العدد، مش مشكله، من اول قيامته لغايه موت اخر تلميذ حدود بعد 96 حسب كثير من التقاليد، اللي هو القديس يوحنا الانجيلي.
ففي بحر السنين دي كلها في ازمات هتكلم عنها، في تطور، وفي علاقة تواجدت بين القديس لوقا والقديس بولس. أو تحضروا بعض الأفلام، خاصة الأفلام اللي خرجت ظهرت من قريب، فيلم اسمه عن القديس بولس لو أنا مش غلطان، بيوروا إزاي إنه القديس لوقا تلميذ للقديس بولس. هنفوتها. الواقع إنه فعلاً القديس لوقا كان في غالب الأحيان تلميذ أو قريب أو مساعد للقديس بولس. موجود القديس بولس بيذكره ثلاث مرات، في بيذكر اسمه بس ثلاث مرات في عدة مناطق، بيقول كلهم سابوني ما فيش غير لوقا وفلان تاني فضلوا معايا. إذا فعلاً لوقا بيعرف القديس بولس، القديس بولس بيكلم عنه. بعد كده لوقا هيتكلم هو عن القديس بولس بيسأل نص كلام أعمال الرسل عن القديس بولس. فأكيد القديس لوقا قريب جدا من القديس بولس وبيعتبره مهم جدا لدرجة إنه بيكرس له نص كتاب. مش قليل لأسباب كثيرة. بس اللي هنشوفه دلوقتي النهاردة هو عمل ايه القديس لوقا بكلام وتعليم القديس بولس، خصوصا النقاط الاساسيه فيه. هل تركه كما هو؟ هل ذكره؟ ولا هل عمل تظبيط؟ هقولها كده بالكلام البسيط العامي، ظبط او حسن او اضاف دقه جديده، وانا بستخدم هنا كلمة من كلماته هو، دقة جديدة لتعليم القديس بولس. وده شيء فعلا انا بعتبره في نفس الوقت شيق بس في نفس الوقت قوي جدا. يعني انا ما بنامش الليل بسبب الموضوع ده بقالي كذا سنة، لانه ايه ده؟ السؤال الاولاني، هل مسموح ان احنا بدل ما نعتبر الانجيل، احنا لما بنفتح الانجيل في ذهننا الانجيل عباره عن ايه؟ القديس متى، القديس مرقس، القديس لوقا، القديس يوحنا، هذه الاربع انجيل، بعدين اعمال الرسل، بعدين رسائل القديس بولس، رساله الى العبرانيين، وبقيه الرسائل، وسفر الرؤيا. نعم. فناخدهم كلهم ورا بعض كرر، وفي ذهننا كلهم يساووا بعض، كلهم كلام ربنا. بس فجأة وانتوا عندكم الصورة اهو، هنا اهو، بتكلم هنا من الدوائر دي بتدل على ايه؟ الدوائر دي بتدل على ايه؟ بتدل على التعليم. ومعاكم هنا مقاس السنين، وهنا الأجيال. تمام؟ الأجيال. ففي تطور. احنا لما بنبص للكتاب المقدس بنقول كله يساوي كله، ده واحد، فبنلاقيها هنا، بنجيبها هنا، بنجيبها من هنا. معايا؟ بينما في الواقع ده الاكتشاف، هو الاكتشاف موجود، انا ما اخترعتش حاجه، كله موجود، بس بقدمه لكم، بنكتشف انه لا، في الواقع في فهم وتظبيط وتحسين لفهم الايمان المسيحي. يعني زي ما انتم شايفين مثلا كده في الاول هي بالفرنجي بس بتتفهم، متى ومرقس تحت خالص، معاهم بولس القديس بولس سن اعلى، بعدين العبرانيين اعلى سنه، بعدين تيموثاوس سن اعلى، تيموثاوس وتيتوس، بعدين لوقا واعمال الرسل، وبعدين طبعا يوحنا. اللي هنعمله اللي بنعمله النهارده هو ايه؟ هو العلاقة ما بين بولس القديس بولس أو كتابات القديس بولس وكتابات القديس لوقا، وبنلاقي فجأة إنه لا، في فرق، والفرق ده هو أتمنى إنه يكون الشيء اللي إحنا هنستفيد منه النهاردة، اكتشاف الفرق. اكتشاف الفرق هشبهه تشبيهين أو أكثر، أنتوا تلاقوا تشبيهات، هو اكتشاف الدقة.
تمييز في الدقة. في واحد بيشتري ساعة معمولة في الصين، وفي واحد بيشتري ساعة في سويسرا، مش هنذكر اليابان والناس تانية، ماشي؟ مش كده برضه؟ أنت أمامك الاختيار، عايز الساعة الصيني ولا عايز الساعة السويسري؟ وعندك الإمكانية إنك تقتني الاثنين، لأنه الساعة السويسري غالية، الساعة الصيني ببلاش. لوقا بيقدم الساعة السويسري، اللي قبله مجملا بيقدم الساعة، طبعا الصيني هي زيادة عن اللزوم، هي جارحة شوية، أفضل إنه يكون مثلا فرنساوي مثلا، أحسن أحسن شوية من الصيني، أوكي؟ فدي الفرق، ليس تغيير في مفهوم الإيمان، ولكن تدقيق في مفهوم الإيمان. إذا ده تلخيص اللي احنا هنعمله النهارده. هنطلع بي ايه؟ هنطلع هنشوف لوقا هيعمل ايه؟ احنا جايين نشوف لوقا حاطط قدامه حاجتين. حاطط قدامه حياة القديس بولس وباينة في أعمال الرسل، ده مكرس نص كتابه على القديس بولس، عايزين أكتر من كده. حاطط قدامه القديس بولس وحاطط قدامه مشكلة حاصلة في الكنيسة في أيامه. ولاقي انه كلام القديس بولس مش مكفي عشان يحل المشكله دي بقوه وبوضوح وبكمال. فهيجي هو وهيفكر وهيصيغ مره واثنين ويمكن ثلاثه كتاباته، قديس الانجيل والاعمال. هيصيغهم كذا مره. انا كل ده مبني على علماء الكتاب المقدس. كثير من الكلام الدقيق اللي بقوله بيرجع لي دراسات كثير من علماء الكتاب المقدس المتخصصين في قديس لوقا او المتخصصين في الاناجيل، واحب اذكر خاصه واحد منهم وهو فرنسي دومينيكاني توفى سنه 2004 اسمه الاب ماري ايميل بوامار بي او اي اس ام ار دي دومينيكاني، توفى سنة 2004 مولود 16 1916. هو اللي كتب اللي قرا او تبحر شويه في الكتاب المقدس، هو المدرسه الكتابيه في اورشليم لكل بيبليك دو جيروزاليم اللي هي اسسها الدومينيكان قبله هو طبعا، وكانت مؤسسه واجتهد فيها واجتهد من الأكثر الناس اللي ساهمت في نشر الكتاب ترجمة الكتاب المقدس اللي اسمها بالفرنسي بيبل دو جيروزاليم، واللي فيما بعد استخدمت المداخل بتاعتها والحواشي في ترجمات للغات الأخرى. يعني في بيبل دو جيروزاليم بالانجليزي بالاسباني بالعربي، واخدين منها اظن هي النسخه دي لو انا مش غلطان يسوعيه، واخدين النوت بتوع البيبل دو جيروزاليم، وهو اشترك وهو من اكثر الناس اشتغل، بس تخصصه اكثر في البدايه في السبعينات كان حول المساله السينوبتيك اللي هو الايزائيه، المساله الايزائيه مع علاقه مين قبل مين ومين ازاي في الاناجيل الاربعه مش الثلاثه بس، يبقى مش ايزائيه بس اكتر. وبعد كده تبحر اكتر في نقاط معينه ومنها انجيل لوقا ومنها اعمال الرسل وحاجات كثيره ثانيه برضه. انا لا ادعي انه الاب جوامار لو كان محلي النهارده كان هيقول نفس اللي انا بقوله، بس انا باني كلامي على كلامه هو، والباقي انتم بتقدروا تشوفوه بعينيكم في الكتاب. اوكي؟ طيب اذا انا كنت بقول احنا امام، هنكون النهارده في النهايه نهايه الكلام امام اختيار ما بين عدم الدقه والدقه. في ناس في حياتها ما بتهتمش قوي بمساله الدقه، يعني مش مشكله، خصوصا احنا في مصر هنا بنحب الشطاره والفهلوه وما بندققش قوي في الدقة، ما احناش يعني ساعتية سويسريين، صح ولا غلط؟ صح. ف
ممكن جدا انه بعض الناس يقولوا طب يعني هي يعني كانت ضروريه. هنشوف ليه كانت ضروريه، لان كان في مشكله في الكنيسه. هنشوف المشكله دي شكلها ايه، والقديس لوقا رد عليها وحاول يلاقي لها حل باي شكل، وشكل فعلا عباره عن مفاجاه. خلينا نقول في الاول نتكلم شويه عن القديس بولس وتعليمه عن الايمان عشان نقدر نقارب بين الاثنين، والا مش هيبقى في مقاربه، هيبقى كلام كله على القديس يوحنا. معايا؟ اهم نقطه في تعليم القديس بولس هي انجيله كما هو يقول. انجيلي هو المسيح يسوع الذي تألم ومات وقام وخلصنا بدمه وفدانا على الصليب ونال لنا الخلاص. اذا موت وقيامة المسيح، الصليب بما يحوي الموت والقيامة، مش بس يعني الصليب المجيد، مش بس الصلب يعني من ناحية السلبية، ده عصب تعليم او انجيل القديس بولس. بس هو لا يتوقف